سي فوزي على الجون دي راديو فرسيا منتدى جماهير نادي افريقيا. مرحبا بك وبجميع جماهير نادي افريقيا. سي فوزي مباراة يعني ممتد خلينا سباقية في البريمير ميتون مع دخول احمد علوش و يعني حمزة بن ابراهيم نشطوا برشا الهجوم واني خاصة احمد علوش اللي كنا ننتظروا فيه برشا لولا الاصابة لكن يعني رينيه مع زياد الزيادي ومع وجدي المشري. احمد ملاعبي معناها عنده دي كاليتي كبار برشا دي كاليتي تكنيك ميم سي لو بلو مونتال سي ملاعب ذكي برشا وملاعب عنده فورس دو كاركتير عملناه كي مشى يطلع مع الاولاد جاتو بليسيور في ركبته ان شاء الله انا قاعدين بشوي بشوي قاعد يخدم على روحه معناها سخيف القاعه ماهوش يخمم في ليكيب بريمير توا يخمم يعرف اللي وقت اللي يبدا حاضر يكون موجود معاهم عملنا ماتش باهي اليوم عملنا ميتون خايبه اللي هي لا بريمير ميتون كنا خايبين مي كملنا بافونتاج بتاع بونتو دوزيام ميتون بلي شانجمون لي تروا شانجمون اللي عملناهم اللي هما حمزه بن ابراهيم محمد الهمامي واحمد علوش حسينا شويه فما تحسن كبير فما معناها اوتوماتيزم فما لعب في الكره في القاعه فما ديزوكازيون ما ماركينا معناها هدف جميل وليسونسييل اللي ربحنا ماتشونا لي 3 بوان تاعنا فيك معناها لا مانيير اون دوزيام ميتون. نشوفوا اول مده سيزون يعني شويه كنا راتينا شويه ماتشوات لكن كي لقينا ليكيبا ولات ستابل يعني بدينا نراو في الريزلتا خاصه كنا عندنا مشكل في الدفاع مع يعني طلعوا برشا جوالات السنيور رينا توا خاصه الوقت يوقف يعني في شوشان ودرويش كنا شويه ستابيليتي تالي. اي سي فري انا ما سورتو في اللاكس ما توا اللي كاد ديرني ما نحبش نبدل باش نخليهم يلعبوا مع بعضهم حتى ولو كان يغلطوا يلفون جوي انصومبل لي دو على خاطر بداوا يتفاهموا مع بعضهم وبداوا يقراوا اللعب كيف كيف وبداوا بداوا يتفاهموا بداوا يتحسوا بالكدا وباش سورتو في اللاكس يلزم تكون فما ستابيليتي ويكونوا ملاعبين يلعبوا ديما مع بعضهم اون فا با شونجي و سور بلون ديفونسيف معناها البلوك نتاعنا من الخدام قاعد يخدم مليح وهما زاده قاعدين يربحوا في الديوال نتاعهم وسورتو زاده حتى في سور بلون اوفنسيف قاعدين يبنيوا في الهجمه كما يلزم الاول. سي فوزي لحظه برك باش نسالك خاطر فما برشا كلوبيسيه قاعدين يسالوا فينا في السؤالات هذوما نعرفوا السبوار سي حاجه بريباراتيف للجوال باش يطلعوا بطبيعه الحال فما ملاعبيه سمعنا عليهم مش قاعدين نشوف فيهم مش يلعبوا في السينيور ومش قاعدين نشوف فيهم حتى في السبوار شكون بارسامي كيما سفيان الدريدي تدبناه ملاعب هذايا بريني حتى صح كنت انا ما تدبتوش نعش خاطر هو عمره نتاع اسبوار فما ملاعبي لا لا عمره جونيور عمره جونيور فما ربيع الليفي فما فيكتور ربيع الليفي لا لا الفيكتور يظل لي خاطر راه فيه ترنا مع السينيور نحن با اونكور سيني ربيع الليفي سفيان الجندوبي ربيع الليفي سي ان جوار دو كاليتي مي توا البريود هذايا نورمالمون عندنا دو جوار عندنا الحق في تروا زيترونجي منهم توا قاعدين البريوريتي للملاعبين اللي باش يلعبوا فينال كوب دافريك اللي هما ايزيكيل واليكسيس عطا الشونس لاحمد سعد التروازيام اترونجي سي نورمال باش تلقى واحد لبرا مي ترجع الشامبيون ان شاء الله يل فا سانتيغري في الجروب و سي ان جوار دو كاليتي وملاعب كبير بالنسبه لسفيان الدريدي ملاعبي بالنسبه لي انا الى با لو نيفو دو كلوب افريكان ils vont gérer sa situation d'ici le mois de décembre inchallah. Jean Doubi, il va chercher un club à la khatri il a eu sa chance avec pas mal des entraîneurs il n'a pas confirmé. يمكن il va avoir sa chance avec Sefaouzi. Il va s'entraîner avec eux يمكن جمع حاجه كيف هكا. Il va tenter sa chance اذا كان يتعدى مع الكلوب sinon c'est un joueur talentueux ما زهرتلوش في الكوره ما كان افونتاجي برشا على حمزه المسعدي في الجونيور ما كوره ما فيها برشا حظ فما اللي يتعدى وفما اللي ما يتعداش يوسف ان شاء الله كان يلقى فرصته مع فوزي بزرتي سينو يل بو تروفي ان كلوب في الناسيونال فاسيلمون وينجم يلعب مرسي عليك مرسي عليك